الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. برنامج هداية السائل نجيب فيه على أهم تساؤلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم حول الصيام وباقي أبواب الفقه الأخرى، وذلك عبر الاتصال على هواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا، نذكر المشاهدين الكرام والصائمين منهم والصائمات المؤمنين والمؤمنات ببعض أحكام الصيام لهذا الشهر، لكي يكونوا على بينة من أحكامه، أحكام الصوم. ونبدأ من المفطرات وتعدادها، تعداد هذه المفطرات، لأن معرفة المفطرات بالنسبة إلى الصائمين يجنبهم الوقوع فيها وارتكابها. فإذا علموا بالمفطرات جيدا تجنبوها حتى يكون صيامهم صياما على وفق ضوابط الفقه. فالمفطرات 10، وهي كالآتي: الأكل والشرب، هذا أولا. وثانيا، الأكل والشرب باعتبار وضوح هذين المفطرين لدى الناس، الصيام وكأنه بني هكذا، الصوم يعني عن الأكل وعن الشرب، لأنه في محل ابتلاء الناس دائما. فإذا سئل الشخص أنت صائم؟ قال نعم أنا صائم، لم أكل ولم أشرب، لأنها واسعة الانتشار أولا، طول النهار أوضح المفطرات عند المسلم هو الأكل والشرب. ثالثا، الجماع. قبل الذهاب إلى المفطر الثالث، هناك بعض الملاحظات حول الأكل والشرب. الأكل والشرب مما اعتاد الإنسان أكله وشربه وما لم يعتده أيضا، فلربما يكون هذا المعتاد أكله وشربه لدى الناس عرفا، لما يقولوا له أكل فزين شي يأكل غير الأكل المعتاد، مثل الرز، مثل اللحم، الخضروات، الفواكه وغيرها من المأكولات والمعروفة عند الناس. الشراب كذلك، الماء على رأس الأشربة مثلا، والعصائر مثلا، والألبان، الحليب غيرها، هذه أيضا تسمى شنو؟ شراب، لأنها مما يشرب. لكن لربما بعض الأشياء يقال لها شرب إلا أنها ليست فعلا من السوائل التي تشرب، مثل السجائر، سيجارة مثلا أو الجيجارة مثل اللي بحسب لفظتنا العامية، تقول له مثلا هاي جيجارة شنو؟ قال لك أشرب جيجارة، بينما هي ما تنشرب، وإنما هي فيها نوع من المادة تسمى بالتيتان، وهذه تحرق ويمص الهواء، يمج الهواء منها مجا، فيدخل إلى الجوف هواء عبارة عن دخان احتراق هذا التبغ اللي موجود وين؟
بهذه الججارة، ولكن يسمى عرفا شرب، إلا أنه حقيقة ليس بشرب، لأن الشرب للسوائل وهذا ليس من السوائل في شيء، إلا أنه أيضا من المفطرات، يفطر جقارة تفطر، لأن هذا الدخان الذي ناتج عن احتراق التيتان فيه أيضا مادتين، مادة النيكوتين ومادة القطران. نعم، وإن كانت هي بنسب ضئيلة جدا، إلا أنها بحسب الاختبار اختبرت خارجا وجدت أنها تترسب مثلا على ورقة الاختبار أو الكلينس مثلا. واحد الآن يجيب ججارة ويخلي كلينس على رأس الججارة، فلما يمج هذه الججارة يشربها يعني يلقى آثار القطران والنيكوتين موجود على الكلينس. إذن هذه مادة، هذه مادة من الممكن جدا بل بالأكيد أنها تنزل وتتعدى الحلق وتدخل إلى الجوف. في هذه الحالة هذه المادة وهي صلبة طبعا ولربما تكون سائلة أيضا، إذا دخلت وتعدت الحلق فقد أفطر. لربما الججارة جهة المفطرية مالتها هو هذا، أما إذا كان لا دخان وحسب، مثل ما واحد يدخن والثاني يشتم الدخان، هذا اللي يشتم الدخان هذا الدخان يسمى بالغبار الخفيف وليس الغبار الغليظ. وحتى الغبار الغليظ اللي هو من المفطرات إيصاله إلى الحلق هو المفطر وليس عدم الإيصال، يعني وصل وحده، إذا وصل وحده إلى الحلق ليس مفطرا، وإنما إيصاله يعني عمدا إلى الحلق هو هذا المفطر. زين، إذن الأكل والشرب قلنا المعتاد وغير المعتاد من الأكل والشرب، ثلاثة الجماع اللي هي من المفطرات أيضا، والجماع واضح جدا وهو الاجتماع بالمرأة يعني زوجته حلالة. احنا نتكلم الآن بالحلال من هذه المسألة، لأن أكو بها جهة أخرى حرام وهي الزنا والعياذ بالله، فالزنا أيضا اجتماع بالمرأة وأيضا يسمى جماع، إلا أنه ليس حلال وإنما حرام. فالزنا والجماع الحلال هذا يسمى بالجماع. هذا الجماع نعم، عندنا اتصال. أم منتظر من بابل، أهلا وسهلا بأم منتظر، تفضلي. خويا بلا زحمة، طلعنا يوم الجمعة للنجف ساعة 2 بالليل، رجعنا ساعة 7 الصبح، أذن الآذان علينا بالكوفة. نعم. أفطار لو مو أفطار؟ أنت وين من أهلك وين بالضبط؟ من محافظة بابل. ها، في هذه الحالة إذا أنتوا رحتوا للنجف ورجعتوا ساعة الصبح يعني قبل الظهر، خلينا نقول وصلتوا إلى بابل، وصلت إلى أهلك، في هذه الحالة تجددين النية وتصومين إذا أنت يعني ما أخذت مفطر أثناء السفر. إذا ما أخذت مفطر أثناء السفر وقبل الظهر وصلت إلى أهلك، تظلين على صيامك إلى المغرب وما عليه أي إشكال هذا الصيام. نعم، رحم الله والديك، أهلا وسهلا. نعم، نكمل هذه المسألة الثالثة. قلنا الجماع، الجماع أيضا من المفطرات، ويتحقق هذا الجماع بالاتصال بالمرأة. زين، هذا الاتصال لربما يولد مسألتين منه، إما الإنزال وإما الإدخال، فوكلاهما يحقق الجنابة بالنسبة للمجامع، وهذا يفسد الصوم ويبطله. النقطة الرابعة الاستمناء، والاستمناء يعني استدعاء المني. استدعاء المني
إذا كان مثلا، طبعا مو في الصيام، في الأيام العادية، إذا كان مثلا مع الزوجة ليس بمحرم، أما إذا كان بيد المكلف نفسه، بيد الشخص نفسه، فهذا هو المحرم، الاستمناء محرم. نكمل معكم هذه المسألة مع الاتصال. أم رياض من كربلاء، تفضلي أم رياض. تقبل الله صيامكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. سيدنا أنا شو اسمه، كنت 11 سنة أنا ما صايمة، قادر من كنت صغيرة بالي. نعم 11 سنة ما صايمة، وما حد يقول لي يعني كنت يعني شلون جاهلة، بس ما حكم هذا. أنا صمت 6 سنين مني، يعني هسه شلون حكمين أبطي كفارة ما صايمة؟ لا ذني أنت تقضيهن وتدفعين الفدية، والفدية هي عبارة عن كل يوم 3/4 الكيلو من طحين الحنطة أو طحين الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز، وحدة من ذن المواد 3/4 الكيلو عن كل يوم، وتطيل الفقير. سؤال ثاني تفضلي. ما بلاني هم كنت أصلي. نعم ها؟ من نعم. أصلي ساعات أقطع، يعني أتقطع مثلا كل كم يوم، كل كم يوم يعني أما أصلي شلون هذا؟ يعني أنا هاي مدة 11 سنة. في هذه الحالة أنت يعني تحصريهن ذني، تقولين كم سنة أنا كنت أقطع هيكي، أو هاي الصلوات اللي مثلا ما صليتهن إيش قاد أقضيهن، يعني ما اعرف انا احدد شلون، ما اعرف. يعني مثلا قولي هيك مثلا بتخمين انه 10 سنوات انا مثلا ما صليت، اقضي 10 سنوات. 5 سنوات مثلا انت ما قضيتي، يعني بحسب الاحتمال مالتك. يعني لازم احدد. نعم. لازم تحددين حتى في سبيل ذن يعني تقضيهن. ولا انا مصليه هوايه وما محدده. وقلت لك انت اللي تحدديهن مو اللي صليتي بيهن، لا اللي تحدديهن اللي ما صليتيهن، ذنهن اللي تحدديهن، اذا حددتيهن اقضيهن. شكرا يا اهلا وسهلا ومرحبا بك. زين، فالاستمناء كما ذكرنا لكم بلي من ذي قار الاخ حسن. نعم مولاي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم. رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين. اتفضلوا أخ حسن. مولاي أنا رجال عسكري. نعم. مقر عملي كان يعني بقضاء يسمونه قضاء الشطرة. بلي. بعد ذي خلاص. بلي. بس يقولون من قضاء الشطرة للمحافظة بعد عن محل عمل السابق. بل ما يقارب تقريبا 45 أو 60 كيلو، يعني قريب الناصرية. أي يعني ما يقارب يعني من محل عمل السابق مخلون للمحافظة، يعني ما يقارب 60 أو 45 كيلو، يعني من 60 إلى 45. يعني هاي 60 40 كيلو قريبة من محافظتك؟ هي بالمحافظة، بس أنا كنت في القضاء ونقلوني للمحافظة. خوش. نعم بلي. بلي. ما حكم صلاتي وصومي؟ إذا كان 60 كيلو متر يعني مسافة شرعية، لأن المسافة الشرعية هي 44 كيلو متر. زين أنت تروح وتجي كل يوم؟ لا يومين، يوم أداوم واستراحت يومين. يعني يوم تداوم وساعتين ما تداوم؟ عفوا يوم يومين ما تداوم، يومين ما تداوم ويوم تداوم. ايه على هالطريقة هذه. هذه لمدة شهر، يعني لمدة شهر انت بهذا الشكل الدوام مالتك مو تمام؟ ايه تمام. زين هذا عملك دائمي؟ دائم بس الاول متسد بالشرطة. ايه يعني عملك دائمي هذا. في هذه الحالة أنت صلاتك وصومك تامات اثنيناتين، تصلي تمام وتصوم تمام كذلك. بس مكان يعني مو ثابت، يعني مو ثابت مثل جزء سني مكان ثاني، يعني مو ثابت له مكان. ما يخالف أنت هذا، ما يخالف أنت هذا عملك،
انت مدام قلت لي انه يوم هنا ويومين هناك او بالعكس وهذا سألتك قلت لي هذا دائمي، ففي هذه الحالة انت كثير السفر، وكثير السفر يتم في صومه وفي صلاته. مولاي بس مرغفتك يعني هاسي يعني انا مو بثابت يعني بالمحافظة، يجوز ينقلونا غير محافظة. يجوز يعني اذا نقلوك حتى لو يعني ينقلوك بغير محافظة انت نفس الحكم هذا عليك. بس ما راح يصير دوام مثل يوم بيوم، يجوز يصير دوامي 7-7 او 5-5 او 10-10 ما صار معلوم. مهما يكون ايش قد ما يصير خلي يصير، انت حكمك التمام. تمام مولاي. بلي حكمك التمام. اهلا وسهلا ومرحبا بك. نعم اذا ما اكو اتصال نكمل. بلي من ديالة زينب، تفضلي اخت زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم. يا اهلا وسهلا ومرحبا تفضلي. سيدنا انا بس عندي اتصال، عندي سؤال لاختي قالت لاني استشرعيه من السابق. نعم. يعني هو زوجها قصاب يشتغل اي وما تاخذ كل شهرين راتب 350 يقول يعني هل يجوز؟ ما بس عيدي لي السؤال رحم الله والديك. يعني لو اختي زوجها يشتغل قصاب نعم وامها تاخذ راتب كل شهرين 350 تقول هل يجوز انطيها من شغل زوجي؟ هي تعطيها لو هو نفسها الـ يعني زوجك او زوج اختك. زوج اختي هو اللي يعني مصاريفه كلها يم اختي، يعني تقول هل يجوز انطيها من المصاريف؟ يعني تقول يعني امرارها يعني مصاريفه ما تكفيهم، يعني كله هو البيت و يعني كل مصاريفه عليها وعلى زوجها. تقول راتب ادعم امه 350 فاخذ كل شهرين. زين في بالي تقول يعني يجوز انطيها من شغل زوجي؟ هو زوجها هذه زوج اختها اذا راد يطل امه هي واجبة النفقة عليه فيقدر ينطيها، وحتى ولو كان عندها راتب فهي امه وواجب النفقة ينفق عليها حتى وان كان عندها راتب او عندها فلوس. بل عندكم سؤال اخر. ابو محمد من كربلاء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم. رحم الله واديك. رحم الله واديك. تفضل سؤالكم شنو؟ عندنا في السؤال. نعم خدمتكم. رحم الله واديك، احنا عندنا قطعة عندنا محلات بالسبعينات. نعم. أيابي. نعم. أبوي باع المحلات. أيابي. نعم. باع من عدهن كقسم. بلي. عيني ما من عدن قسم بس ما حول بالطابو مطعم ذاك الشخص من طاهية ذاك الرجال قام يعني اشتراه من عدن 500 دينار سنة 72 71. بلي عيني. نعم. بعدين ابوي توفى بال 85. بلي. النب البيت بعنا مالتنا، البيت بعنا والمحلات ايابي. نعم. بس هو يعني يعني عندك بقى يعني ياخذ اجار من عندنا، بقى يعني ياخذ اجار يعني الى ذاك الرجال اللي قاسمنا. من احنا يعني قاسمنا حين ما قاسمنا يعني بالطابو ما انفرج، يعني بالطابو ذاك اللي ذاك الزمان انفرج. هسه هو يقول يا بتعرف زوني زين، احنا زين ما انطيناه بالطابو ما انطيناه، بس هو قام ياخذ يعني عندك اجارات هاي يعني حدود 20 سنه زين، بالحاله هاي شلون يعني؟ هذه اسالك سؤال، هذه انت قلت انه ابوك الله يرحمه برحمته باحن عليه مو تمام؟ ايه يعني اذا باحن عليه انه ملكه صار. اي ملكه بس يعني ما انفرزن بالطابو. خوش، حتى لو ما انفرزن بالطابو انه يبقى ملكه حتى وان كان ما انفرزن بالطابو. الرجال باح اشتراهن بفلوسه وسلم فلوسه لوالدكم، فهن ذن المحلات إله وعائديتهن كذلك، حتى لو أجرهن للآخرين عائديتهن هم إله. فإذا أراد منكم الآن أن تفرزون
هذه المحلات فلازم يكون عليكم تفرزون لان هذا اللي مو من مو لكم وانما اله. اي نعم احنا يعني احنا ما كنا ورثه كم ناخذ حصته وما انطينا. أيوة في هذه الحاله لازم كنت تطوا حقه زين حق القدن نطيهن ب 500 دينار تنتي ال 71 واحنا بيت بعنا يعني بيتنا بال 91 ب 42 ألف. يعني من بعتوا بيتكم بعتوهن والمحلات مو؟ هن والمحلات. زين لما بعتوا حضرتوه قلتوا له تعال ذن احنا راح نبيع حين. يعني احنا خلينا محامي، المحامي قال ما إله. يعني المحلات ما ينفرزن، ما ينفرزن من البيت. ما يخالف، حتى لو ما انفرزن، شرعا هن إله. شرعا مبيوعات إله. تمام يعني لما بعتوا حضرتوه قلتوا له تعال ذني راح نبيع تعال اخذ حصتك قلتوا له هالشيء ما حضرنا لا احنا ما حضرنا بس احنا خلينا محامي بقته حتى ما عنده علاقه بالمحامي الان ما دام ما حضرتوا ما حضرتوا وبعتوا وبدون ان يكون هو حاضر لازم تطوا حقه وحقه قد ننطي حقه والان ايش قد تقيم هذا المحلات بالوقت الحاضر الآن تطو يجن حاجين هسه يعني اي نعم لأن مدام ما حضرتوا فأنتوا صارت ظلت بذمتكم هاي الألوان الأموال من صارت بذمتكم الأموال لازم يكون هو ياخذ الحق مالته بقى بس التراضي الآن ممكن تتراضون ويا حتى ذمة أبوكم وذمتكم تخلص رحمة الله على والديك مولاي الله يرحم والديك جزاكم الله خير نعم بلي نعم لحين ورود إن شاء الله اتصالاتكم ودائما هواتف البرنامج مفتوحة للاتصال وهي موجودة أسفل الشاشة وظاهرة للمشاهدين الكرام نكمل هذه المفطرات ذكرنا آخر مفطر ذكرناه بعد الأكل والشرب والجماع الاستمناء والاستمناء هو في غير الأيام الصوم هو فعل محرم إذا كان المكلف أو الشخص يستدعي المني بإيده فهذا حرام أما مع الزوجة فهذا حلال هذا سواء بالصوم إذا كان مع الزوجة أو من دون الزوجة فهو مفطر بمجرد استدعاء المني وخروجه من الإحليل يكون مفطرا المفطر الخامس افتراء الكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة أو فاطمة الزهراء عليها وعليهم الصلاة والسلام افتراء الكذب يعني نسبة القول إليهم كذبا حينما تنسب قولا لله كذبا أو للرسول كذبا أو للأئمة بحيث تقول قال الله كذا هو ما قايل مثلا أو ما موجود بالقرآن أو حتى مثلا الأحاديث القدسية هم ما موجودة أو تقول قال رسول الله كذا وهو قول كاذب مثلا أو أحاديث مكذوب أو حديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنسبه للرسول هذا هو افتراء الكذب وهو من المفطرات فلو مثلا فرضا مثلا قارئ الحسين عليه السلام يقرأ على المنبر وجاء بحديث نسبه للحسين عليه السلام مباشرة أو للحسن عليه السلام مباشرة أو لأمير المؤمنين أو لأحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو لفاطمة الزهراء عليها السلام كذبا سواء كان يعلم بكذب الحديث أو لا يعلم بكذب الحديث لكن نسبه مباشرة إليهم عليهم الصلاة والسلام فهذا افتراء الكذب نعم إذا أراد أن يتخلص من هذه الحالة يقول قال الراوي فلان عن الحسين أو عن أمير المؤمنين أو عن رسول الله فتنسب الحديث إلى الراوي ولا تنسبه مباشرة إلى الله أو إلى الرسول أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام زين
هذا افتراء الكذب أيضا من المفطرات. زين يسأل سائل الكذب العادي وإن كان هو محرم ورأس كل خطيئة هذا الكذب، زين إلا أنه يفسد الصوم، هذا الكذب العادي مثلا واحد مثلا يكذب على زوجته ويكذب على ابنه ويكذب على أي شخص من الأشخاص يقول قولا كاذبا، هذا القول الكاذب إذا قال هذا أيضا يفسد الصوم، هو لا يفسد الصوم غير مفطر إلا أنه فعل محرم، جاء بفعل محرم اللي هو الكذب. زين النقطة السادسة إيصال الغبار. إيصال الغبار، الغبار الغليظ شلون نفرق عن الغبار الخفيف؟ هسه غبار هو أي واحد تسأله تقول له شنو الغبار، يعني اللي يعرف يقول هذا الآن المتطاير في الأجواء يسمى غبار، تمام. زين منه غليظ ومنه خفيف. احنا اكو عندنا ضابطة في مسألة الغبار انه اذا ترسب على الشيء، يعني مثلا طبلة، طاولة، فراش، حائط، اذا اجيت مسحته يطلع بيدك تقدر تلزمه، مثلا له جرم تقدر تستطيع ان تمسكه بيدك، في هذه الحالة هذا احنا نسميه غبار الغليظ. والغبار الذي لا تستطيع أن تمسكه بيدك فهذا هو الخفيف. الخفيف لا إشكال فيه ليس من المفطرات، لكن الغليظ إيصاله إلى الحلق يعني بصورة مقصودة، إذا أوصلته إلى الحلق هو هذا المفطر. زين رمس تمام الرأس بالماء. الرأس إذا يعني احنا بالعامية نقول واحد غطى راسه بالماء يسموه ارتماس، هذا الارتماس هو من المفطرات. نعم. في هذه الدقائق الأخيرة للبرنامج نحاول أن نذكر المشاهدين الكرام هذا اليوم من دعاء هذا اليوم، دعاء أو أعمال هذه الليلة، ليلة السادس عشر، صلاة عن الصلاة المروية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة أربع ركعات بالحمد مرة وما تيسر بعدها في الركعة الأولى، والركعة الثانية بالحمد والتوحيد ما أتمر، وعندما ينتهي من الصلاة يهلل الله سبحانه وتعالى أيضا ما أتمر، والتهليل يعني قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله 100 مرة. وبهذه الدقائق الأخيرة نودعكم على أمل أن نلتقي بكم غدا في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله شرع الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان، الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.